يقيم مركز آرام تكران للفن والثقافة في مدينة رميلان شمال سوريا مهرجان الطفل بمشاركة أكثر من 50 فرقة فنية وراقصة ومن مختلف مدن الشمال السوري. المهرجان سنوي منذ 4 سنوات بهدف الترفيه عن الطفل وجذبه إلى عالم الفن والموسيقى، ولكي يشعر الأطفال بطفولتهم التي سلبتها منهم سنوات الحرب في سوريا. هلا، نحن عم نعمل المهرجان الرابع شمالي سوريا تحت عنوان معا نطبق خيال أطفال عفرين. هدفنا من المهرجان هو بشكل عام أنه الطفل يقدر يعبر عن مشاعره، عن الموهبة اللي جواته، ويقدر يطالعها. على هالأساس عملنا المهرجان. هلا البالغة من العمر 10 أعوام تدربت مع فرقتها المكونة من 12 طفل على عرضها المسرحي، ليتمكنوا من المشاركة بطريقتهم الخاصة وأسلوبهم المميز في المهرجان لإيصال رسالتهم إلى العالم. احنا اليوم جايين، احنا فرقة الأصالة مثل حميس، جايين تنقدم عرض تراثي، نريد نوصل للعالم صوتنا وغنانا رغم هالحرب هذا، بدنا نطلع ونوصل صوتنا وكل شيء. جينا نقدم مسرحية على برميلان، يعني مسرحية بعنوان الأميرة قمر الزمان، وجينا نوصل صوتنا وفكرتنا لكل الناس. يعني الآن رح نقدم مسرحية، بدنا نوصل الفرحة لقلوب الناس والأطفال، لأطفال عفرين وأطفال كوباني وأطفال أي. سيستمر المهرجان الرابع والذي تنظمه هيئة الثقافة والفن لمدة 9 أيام تحت عنوان لنحاول تحقيق أحلام الأطفال في سوريا بشكل عام وفي عفرين بشكل خاص، وليتمكن كل طفل من إيصال رسالته وصوته إلى العالم بأبسط أفكاره وبراءته. بمشاركة المئات من الأطفال من مختلف مدن الشمال السوري أقيم في مدينة رميلان المهرجان الرابع للطفولة، ليتمكن كل طفل من إيصال صوته إلى العالم وليعبر عن حلمه بطريقته الخاصة. نازي سيد، قناة الغد، رميلان شمالي سوريا.